الاكسجين شايف كده ازاي بقى هحسب الفوق على اطراف العلم؟ دلوقتي اتفقنا ان احنا هيبقى عندي مجموعه من البارل باثز مثلا اثنين او اكتر، لكن المهم اهو مثلا انا راسم اثنين هي دي اي اي وهنا في براش وهنا طبعا دي بتمثلها مجموعه من البراشز لكن كلهم مع بعض فبمثلهم بواحد. عايز احسب اي 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 طبقا للي احنا عارفينه هتساوي زد على 2 اي زد النمبر اوف كوندكتورز متقسمين على 2 اي باثز يبقى بارلل يبقى كل باث فيه زد على 2 اي صح؟ في اي بتاعت الكوندكتور. فلو انا حسبت دلوقتي الاي بتاعت الكوندكتور اعوض في المعادله دي تطلع لي ايه؟ اي اي هيطلع لها منظر. دلوقتي اي كوندكتور ده ممكن احسبها في حاجه من اثنين، يا اما زي ما شفنا بي ال في او من دي فاي باي دي. هنشوف ان دي جايه منين؟ من دي خلاص؟ هنبتدي بدي فاي باي دي اللي هي الاساس، وبعدين ناخد المعدل بتاعها ونشوف البي ال في ونشوف هتطلع نفس الاجابه ايه ولا لا. خلاص دي مش معموله في السلايد فانا بنعملها اهي بس اللي يحبها. دلوقتي القصه الاله هرسم مثلا دلوقتي ماشين فور بولز هيبقى اهو ليه؟ نرسم اربعه اساس ايه يعني مش اثنين عشان ما تبقاش على خاص. فهيبقى دي نوز ادي ساوث ادي نوز ادي ساوث وادي الكوندكتور اللي بيتحرك بسرعه ايه بقى؟ على حسب. يا اما وحده السرعه تبقى في تبقى وحدتها دايمنشن متر بير سكند، يا تبقى اوميجا تبقى وحدتها راديان بير سكند، يا اما تبقى ام دي تبقى وحدتها ريفوليوشن بير مينت. يعني كل دول سرعه بس بسكيلز ايه مختلفه، وكل واحده زي الامبير والملي امبير والكيلو امبير هي الاخر رقم بس بسكيل مختلف. طيب يبقى هي دي الحدود. فلو الكوندكتور هيتحرك هيلف ويجي هنا صح؟ لما هيلف لفه هيمر على كم بول؟ هيمر على 2 بي بول صح؟ 2 بي بولز. كل قطب فيه فلكس قد ايه؟ فاي. لو ضربت دي 2 بي في فاي بتاعت القطب بتدي لك التوتال فلكس اللي هيقطعها الكوندكتور لما يمر في لفه كامله، صح؟ واحد يقول لي بس ده نورث وده ساوث، بس هو ما بيقطعش النورث والساوث في نفس الوقت. اسمعوا دي عشان دي مهمه جدا. ما هو لو بيقطعهم في نفس الوقت يبقى الافرج بزيرو، مش كده؟ لكن هو بيقطع النورس وبعد ما يسيبه يروح للساوث وبعدين يروح للنورس، يبقى اذا التوتال فلكس اللي هيقطعها عدد الاقطاب في الفلكس بتاعت القطب الواحد، صح؟ دي امتى؟ لما يلف لفه ايه؟ انا عايز اجيب دي فاي باي دي تي. يبقى يلزمك لو كانت سرعه الدوران منتظمه والفلكس توزيعها منتظم فدي تتحول الى فاي على تي، صح؟ زي السرعه لما تبقى منتظمه تبقى المسافه على الزمن، لما تبقى متغيره يبقى دي اكس باي دي تي، وبعدين تجيب معادله وتعوض عند كل نقطه بحاله ايه خاصه صح؟ لكن لما تبقى انا عندي سرعه الدوران طبعا بيبقى عندنا في ترانزيت، احنا ما بنتكلمش على الترانزيت بنتكلم لما استقر، فلما استقر وصل للستيدي ستيت بقت الفلكس في البول ثابته توزيعها كمان القطب ده زي ده زي ده. يقول لي مش معقوله احنا مش هناخد ده الايه الحاجات الهايفه ديت ونركز عليها. هو الاصل في ان الفلكس اكيد هتبقى كل قطب طبعا مستحيل يعني مستحيل يكون في اثنين زي بعض، بس الفروق هندسيا مهمله بحيث احنا كهندسه هنعتبر الاقطاب فلكس بتاعتها دسيه. طبعا ده حديد وده حديد وده حديد ولامينيشن وبتتجمع وملفات مش معقوله يعني هيكونوا بالظبط يعني لو رأينا، لكن كل دي حاجات تولرنس تهمل، وبالتالي الاصل ان الفلكس بير بول هي هي لكل الاقطاب وسرعه الدوران ثابته، فاقدر اقول ان دي فاي باي دي تي هي فاي على تي. اوكي؟
فاينل هتبقى مين بقى؟ ما انا مش عارف الواحده بكام. فلو اخذتهم كلهم اللي هي 2 بي في فاي بتاعت القطر وقسمتها على الزمن اللي هيستغرقه عشان يرفع ال 2 بي بولز. مفهوم؟ الزمن ده هجيبه منين؟ من السرعه ار بي ام. دي ريفوليوشن بير مينت، يبقى لو قلبتها يبقى 1 على ان هتكافئ مينت بير ريفوليوشن. لو ضربت المينت بير ريفوليوشن من 60 ثانيه تبقى تتحول الى 60 على ان سكند بير ريفوليوشن. اللي انا بدور عليها هنا تبقى دي عباره عن 60 على ان زمن اللفه. مفهوم؟ هو بيلف بان ريفوليوشن بير مينت، قلبتها بقت مينت بير ريفوليوشن، يبقى ده الزمن اللي بيستغرقه بالدقايق للفه، احنا عايزينها بالسكند. وهضربها في 60 بقت سكند بير ريفوليوشن. يبقى هو ده الزمن اللي انا بدور عليه هنا. خلاص؟ يبقى هي دي اللي هضربها في زد على 2 ايه تديك اي ايه. خلاص؟ يبقى اذا اي ايه متابعين معايا كده الدنيا ماشيه ازاي؟ هتساوي ها؟ هيبقى عندك ايه بقى؟ ان على 60 في 2 بي. هكتبها بقى بدل ما اكتب فاي في الكل، هي فاي هي معروفه الفلكس بتاع الايه؟ الكل الفاي في زد على 2 بي. فدي تطلع بتساوي ايه؟ بصوا بقى ركزوا معايا، تطلع بتساوي هحط السوابق دول مع بعض، زد في 2 بي على 2 اي في 60 في ان في فاي، صح؟ ان في ايه؟ في فاي. لاسباب هنذكرها لما ايه نحسب التورك، عايز المعامله تبقى بدل ما ان تبقى اوميجا. اوميجا اللي هي ايه بقى؟ راديان بير سكند. مفهوم كده؟ فعايز اشيل ان واكتبها بدلاله اوميجا. اوميجا ايه هي وحدتها؟ راديان بير سكند، يعني كل ما يلف لفه بيعمل 2 باي راديان. يبقى اذا اوميجا هتساوي 2 باي في ان على 60. الان على 60 هي دي عشان احولها ايه؟ بير سكند. ف 2 باي كل ما يلف لفه يعمل 2 باي راديان، ها؟ يبقى هيعمل كام راديان؟ يبقى 2 باي في ان، بس ده في دقيقه. هقسمه على 60 عشان يدوني في الايه؟ في الثانيه. يبقى من هنا شوفوا عشان دي حاجات ما تتحفظش، يعني دي مالوش اسم، ده من الديفينيشن. مفهوم؟ من الوحده انا بكتب القانون، مش حيث ان وبما ان ولذلك وحيثما ول، مفيش. دي كومن سنس. تعريف السرعه، الوحده ايه؟ من الوحده نكتب القانون بتاعها. مفهوم؟ احنا لما كنا زمان في السنه كنا بنحفظ، مش كده؟ احفظوا خلاص. دلوقتي احنا فاضل لنا سنتين ونبقى مهندسين، ها؟ مش لسه في ابتدائي ولسه اعدادي ولسه ثانوي ولسه هتقعد مخك نظبطه خلاص، يعني هو المفروض كده بيتظبط التظبيط النهائي. فما اصبحش في مجال للحفظ. بس اللي عايز يحفظ مش هنقدر تحفظ دي، مش كده؟ بس احنا دورنا ان احنا نفهمك، وانت بقى لك قرار يرجع. عايز تستمر في الحفظ؟ فحاضر. عايز تفهم الدنيا ماشيه ازاي؟ هتسهل لك اولا مذاكره. بص الحفظ ده صعب جدا. ليه؟ لانك عايز تحفظ باستمرار، هتنسى. مش كده؟ انت لو في عنوان بتروحه باستمرار باستمرار باستمرار، دي انقطعت عن المكان 20 30 سنه. لما تروح المكان ما انتش فاكر هو يمين ولا شمال؟ هو هنا كان في ايه؟ مش ها؟ ليه؟ لانك حفظت. لكن لو انت فاهم السيناريو ماشي ازاي عمرك ما هتنسى. فحاول تخلي حياتك فاهم بدل ما تبقى ايه؟ حدث. الكلام ده متسجل مش كده؟ عرفت عمل؟ يبقى من الوحده هكتب القانون. ففلسفه اقعد اتمرن. بص يا صاحبي، مفيش واحد بيبقى شاطر فرق. يعني ايه؟ افرض انك خايف مثلا، متسجل ها؟ افرض انك خايف، مش هتقدر تقول والله انا قررت ابقى شاطر كده فتصحى الصبح تلاقي نفسك بقيت شاطر. نو واي. دي احلام بقى. زي ما انت قعدت خايف كده سنين عشان كمان تبقى شاطر عايز وقت. مفيش حد اتغير فجأة في الكون. مفهوم؟
فيلزمك تبذل مجهود، والمجهود ده مع الوقت هتلاقيه ايه؟ هتلاقي نفسك قعدت في فرق. كنت زمان بحفظ دلوقتي بقيت بفهم. كنت بضيع وقت ان انا اقعد اذاكر اذاكر اذاكر، ما انا بنسى اعمل ايه؟ ما هو شيء طبيعي لو هتحفظ هتنسى. امال انت فكرك ايه؟ اي حفظ يقوم نسيان، لان مفيش فهم. هي كده خلاص يا عم، في ايه؟ مفيش قدامك غير انك الفهم، فهم هيريح لك حياتك وتلاقي مذاكرتك اتنظمت وتلاقي بتنزل مجهود اقل، بس مش شغال تمام. اوكي؟ ما علينا، ادينا قلنا اللي عندنا وانتوا احرار. نرجع بقى تاني، يبقى اذا هعمل ايه بقى؟ يبقى من هنا، يبقى اذا هنا هتساوي 60 اوميجا على 2 باي. فاروح رايح هنا واروح كاتب كده زد في 2 بي على 2 اي في 60، في ان بقى اشيلها واكتب من كام ايه؟ 60 اوميجا على 2 باي واكتب ايه؟ باي. طبعا ال 60 هتجمع 60 مش كده؟ ويفضل لك هنا بقى ايه؟ زد في 2 بي على 2 باي في 2 اي في فاي في اوميجا. قصدين انا نسيب لك كده. ما ممكن اضيع الاثنين مع الاثنين ومش عارف ايه والكلام ده، لكن انا مقصود هتتساب كده ليه؟ لان 2 بي هم عدد الاقطاب. لو هتقفل بي هيبقى عدد ازواج الاقطاب، ما تاخدش بالك. ها؟ ليه 2 بي؟ 2 ايه عدد البارلل باثز. لو كتبتها ايه يبقى عدد ازواج البارلل. اوكي؟ فهمتوا؟ و2 باي دي ثابت. فتطلع دي في الشكل ايه بقى؟ كانها كونستنت هسميه كي اي في فاي في ام. حيث كي اي الثابت بتاع الارجنتشر، يعني الاي ديت مش جايه كده عشوائي. الاي دي لانها تخص الارجنتشر. تمام؟ وتقوم الماشين تتخطى خلصتها بقت كي اي بتاعها ثابت. لان ليه؟ عدد الكونداكتورز. هغيره ازاي؟ 2 بي على الطاقه بغيره ازاي؟ البارال باسس لاب ولا ريب هغيره ازاي؟ يعني اذا اصبح ثابت يخص هذه الاله ولا يتغير. ما فيهوش اي حاجه خليه يتغير. بس كل ماشين ولها الكي اي بتاعها. مش مثلا زي ثابت الجاذبيه 9.81، لا ده ثابت يخص الماشين دي. فلو في ماشين ثانيه يبقى لها ثابت ثاني يخص الماشين الثانيه. فمش هو كي اي طلعناه مش عارف 14 لكل بقى الالات، لا غلط. ده بصوا مكوناته، زد نمبر اوف كوندكتور، 2 بي نمبر اوف كور، 2 اي النمبر اوف بارل باس. ازاي يبقى ثابت لكل الالات يعني؟ تبقى صدفه بقى لو دي اجليه دي تبقى قصه ثانيه، بس الاصل في الموضوع ان يخص الماشين دي بعينها. وتلاحظ ان المنظر ده هو المنظر ده، بس ده كان هيبقى ثابت تاني. زد في 2 بي في 2 اي في 60، وساعتها كنت تبقى السرعه ايه؟ ان بدل ايه؟ اوميجا. المنظر ده هنقول ليه جبناه؟ خلاص؟ يعني ايه كده دلاله اوميجا بدل ما نكتبها بدلاله؟ ما انا كنت ممكن اسمي ده كي اي. بص ركزوا معايا، كنت ممكن اسمي ده كي اي وتبقى في ان في فار، بس كي اي ده غير كي اي ده كده؟ في ثابت متغير اللي هو تحويل من ان لاوميجا. بس هنشوف ليه ده. بس ده مش معناها انك ما تقدرش تعوض بان. شيل اوميجا وقول 2 باي ان على 60. مفهوم يا جماعه؟ اصل في الغالب ان السرعه بتعطى في المسائل بالريفوليوشن بير مينت، بتعطى بان مش باوميجا. نادرا ما تعطى باوميجا، نادرا نادرا. الاصل في السرعه في القياس انها ريفوليوشن بير مينت. امال يعني لما هي ان انا كاتبها اوميجا ليه؟ اللي كمان شويه هتقول. تمام؟ مش باينه لحد دلوقتي. بس خدها كده انها دي يعني هنحتاج لها بعد شويه. خلاص؟ يبقى اذا ده لو كنا هنستخدم دي 5 باي دي، صح؟ طيب لو عايزين نستخدم بقى ايه اللي هي بي ال في؟ اهي بي ال في ديت طبعا هيبقى الاستنتاج مختلف من دي 5 باي دي تي، مش كده؟ نرجع بقى لبي ال في. هنعمل ايه؟ هنبتدي بي هي الفلكس دنس. اللي هي الفلكس فين؟ على الاريا، مش كده؟
أي إيريا إيريا بتقول هي اللي هي هسمي دي تاو بي في الدبس ال هي دي ال وتاو بي دي هتبقى 2 باي ار على عدد الأقطار. أنا بفهمك هنعمل إيه؟ أنا عايز أحول الفلكس دينستي إلى فلكس. الفلكس دينستي بتساوي الفلكس على الإيريا. عشان أخليها زي المنظر ده يبقى إذا هشيل بي وأكتب مكانها فاي على الإيريا. أنهي إيريا؟ الإيريا اللي بيقطعها المجال. هل ده لكل الأقطار؟ لا، ده للقطب الواحد، لأن بتتعرض للقطب الواحد في الوقت الواحد. يبقى الإيريا بتاعت القطب. إيه هي الإيريا بتاعت القطب؟ المسافة القطبية تاوي مضروبة في إيه؟ في العمق إيه؟ إن. ده يديك الإيريا اللي تحت القطب. اللي هي الفلكس هتتوزع فيها. مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا لو أنا شلت دلوقتي دي وعوضت هتطلع لي فاي. بس هتطلع لك بقى إيه؟ إل وآر وهنرسم هنحول. ده أنت لسه بالنسبة لمين؟ لبي. خلاص؟ طب دي تاني بي. طب والفي؟ في دي بقى وحدتها متر بير سنة. يبقى لازم احولها الى ايه؟ الى المكافئ الاوميجا. يعني مثلا ناخدها من بتوع الميكانيكا وقال لك في بتساوي اوميجا ار. يعني مثلا نرجع لايه؟ تعريف السرعه. لو خدنا اوميجا ار يبقى رجعنا للحفظ. ها؟ لو خدنا تعريف السرعه يبقى رجعنا للفرق. في فرق بقى ما بين الاثنين اهو. الاثنين هيطلعوا نفس المتين. بس دي بقى بعد ما اكون فهمت ودي بعد ما اكون حفظت. فليه كده؟ فهمنا الفرق؟ اوكي ماشي. صح. هنعمل ايه بقى؟ يبقى ادي فاي وشفنا هنعملها ازاي. يبقى اذا في هتساوي فاي على الاريا وتبقى فاي باي 4 طبعا خلاص بقى اتفقنا. والاريا هتبقى ايه؟ تاو بي في ال الخطوه القطبيه في الدبس ودي هتبقى بتساوي فاي على دي بقى 2 باي ار على 2 بي صح؟ المحيط وايه ار؟ الراديوس الراديوس اللي بيلف عليه. يبقى لما هيمشي 2 باي ار يبقى مشي المحيط كله بس انا عايز تحت القطب الواحد تقسمه على 2 بي. يبقى دي تطلع لك مين؟ فدي احولها كده تساوي 2 بي في فاي على 2 باي ايه؟ على 2 باي يبقى دي ايه؟ حولنا بي الى فلكس وار وفي فين فين ال؟ نسيت ايه؟ تفكرون؟ وهنا في مين؟ ماشي يا شباب؟ اوكي؟ طب يبقى دي مين؟ في بقى. في باي ديفينيشن متر بير سكند. يبقى هتساوي ايه بقى؟ انا عندي ال. يبقى لما هيلف لفه واحده هيعمل 2 باي صح؟ 2 باي في ار يبقى يدي لك المحيط. يبقى ده المسافه اللي هيمشيها في اللفه الواحده. مش كده؟ يبقى لما اضربها في ان واقسمها على 60 تدي لك المتر بير سكند. فاهمه؟ يبقى دي هتساوي 2 باي ان على 60 الاول بقى الاول ار بس 2 باي ار المسافه اللي هو قطعها في ان على ايه؟ على 60 مظبوط؟ 2 باي ار ده المحيط لما لف لفه واحده عمل مسافه قدرها 2 باي ار دي ريفوليوشن بير مينت اقسمها على 60 بقت ريفوليوشن بير سكند بقت بير سكند فبقت كل ريفوليوشن بيعمل 2 باي متر 2 باي ار متر يبقى 2 باي ار في ان على 60 يدي لك مين؟ في هاخد دي بقى واعوض بيها فوق خلاص فهمنا؟ يبقى اذا اي ايه هتساوي زد على 2 ايه؟ هي دي مالهاش دعوه انا بجيب الفولت في الكوندكتور وبعدين اروح بقى معوض بقى ادي بقى ايه بي؟ يبقى اهي 2 بي في فاي على 2 باي ار في ان كده في 2 باي ار ان على 60 مظبوط كده؟ في ان ديت مش خلاص ايه؟ ها؟ انا عارف ايه؟ بص بس ايه؟
في انا ال نسيها صراحه. في ال هنا فين انا مش شايف هي المفروض بي ال كده. البي والبي ما تكلمش ال. ماشي خلاص كده ماشي. ونبتدي بقى ايه نشطر الحاجات مع بعض. ادي 2 باي ار مع 2 باي ار وادي ال مع ال فطلعت لك بتساوي 2 بي في فار على 60 في ايه في ال. طلع نفس المنظر اللي ايه دي اللي بتتكلم ان على 60 في 2 باي في زد على 60 دي واروح شايل ام وكاتبها بدلاله 60 اوميجا على 2 باي هتطلع تساوي نفس الكي اي زد على 2 بي على 2 باي 2 اي ثابت اهو في 5 في أوكي. دكتور هنستأذنك بس لو القلم الاسود ده احنا نشتغل بيه هو بيظهر الازرق مش ظاهر. الازرق اعمل ايه بقى يعني تاني لا لا تمام ده هون قوي يعني مش هو مش باين الفكره هو مش باين خالص دمار طيب نعيده طيب. هتسيب زد على 2 اي في 2 بي في فاي على 60 في ام واشيل ام وقت المكان 60 اون على 2 باي هتطلع لك نفس الكي اي في فاي فوق يا جماعه. يبقى سواء جبناها من دي فاي باي دي تي او جبناها من بي ال في لان بي ال في مستنتجه من دي فاي دي تي بس دي كانت في شكل ايه مكتوب كده وكتب بتكتبه كده بس هو جاي من دي فاي دي تي خلاص. طب انا ليه مثلا ما اعتبرتش ان الفاي بالراحه الفاي ليه ما دخلتهاش جوه الكونستنت ازاي بقى؟ سؤال هل الفلكس ثابته؟ الفلكس بتيجي منين؟ قول لي نجيب الفلكس منين؟ من الافكار العادي من ايه؟ الأبطال. ايوه بنحسبها ازاي؟ انت خدت ده الكلام ده مع الدكتور حسين. هجيب الفلكس منين؟ هشوف ماجنتيك سيركت واشوف الامبير تيرن المسلط عليها فهقسم الامبير تيرن على الريلكتنس فيدي لك الايه؟ الفلكس صح؟ المعلومه دي. طب سؤال انت مذاكر ولا مش مذاكر؟ اصل ده سؤال اسمعني اصل احنا بص انا في المهنه دي بقى لي 47 سنه. يعني مش اول مرة مر عليا عشرات الاف عارفين يعني ايه عشرات الاف كميات معقول واول ما السؤال بيتسال بعرف على طول ده ايه فزميلكم ده مش مذاكر الجزء بتاع الماجنتيك سيركت. ما هو لو كان ذاكر ما كانش سال السؤال مش بقول له ما تسالش عشان بس تبقى الكلام واضح بس انا لما الاقي واحد عنده مشكله لازم اقول له مشكلتك فين مش اجاوبه وخلاص ما انا اسهل حاجه ان انا اجاوب. ده بنجيبها منين؟ من الامبير تيرن. يعني ايه الامبير تيرن؟ بمشي تيار في التيرن فيعمل الامبير تيرن. ممكن اغيره بتغيير مين؟ تيار. مش كده؟ لما خدنا مسائل في الماجنتيك سيركت اغير الكرنت اغير لك الامبير تيرن. لما اقسمه على الريلاكتنس يقوم يديلك الفلكس متغيره. ازاي اثبتها؟ ممكن اثبتها لو انت عايز اثبتها مش كده؟ وتخش فيها مع الثابت بس الاصل انها متغيره فما اقدرش ادخلها جوه الثابت. طب ما ال بقى اثبتها ايه كمان؟ مش معنى يعني فاي يعني؟ يعني هي فاي يعني دي اللي ما تتثبتش ودي ما تتثبتش؟ طب ما انا ثبت ال كمان؟ والله لو فاي ثابته وال ثابته بقى الفولت ثابت ومش محتاج ان انا احسبه تاني. وايه السبب اللي انا بحسبه؟ انه ممكن يكون بيتغير وهو هيتغير فعلا ولا احنا ماشي عشان تطلع حاجه ثابته وخلصنا على كده جزء يعني ينفع؟ احنا لسه ما خدناش بقى الجنريتور والموتور لسه بس احنا عمالين نشرح الاستراكشر بتاع الماشين اما التشغيل بتاع حماس احنا ما عملنا حاجه واضح كده؟ فهمت ايه؟ يبقى اذا كي ايه
ثابت يخص الاله هو ده فعلا بس للاله الواحده عشان ما حدش ايه عشان ساعات مساله يجيب لك ماشين 1 وماشين 2 ومش يبقى مش كده يساوي كده مفهوم ولا ايه؟ عشان مخك ما يروحش بايد انها ثابته الكوبل لا لا ده مش ثابت الجاذبيه خالص ولا تحويل من الجنيه للمليم والكلام ده دول سؤال ثابت اه لكن ده ثابت متغير ازاي ثابت ومتغير؟ ثابت للاله الواحده لكن متغير لكل اله على حده واضح كده؟ يبقى ادي حسابات الباطن واحنا لاحظنا ان احنا حبينا نكتبها في الشكل اوميجا للسبب اللي جاي دلوقتي خلاص لحد كده ماشي؟ ها؟ فاهمة؟ طب في سؤال تاني؟ يعني انا دي من اهو عشان برضه اجابه للميتو هيبقى في هنا اهي دي ويبقى هنا في مين؟ اي اف وهنا مين؟ ان اف اهو ده الامبير تيرم اللي بقسمه على الريلانتنس بتاعت الماجنتيك سيركل واقوم اجيب مين؟ الفلكس اي اف ده هيبقى متغير ممكن انا اكون عامل تابنج في الوايندنج وبالتالي اقدر ازود واغير عدد اللفات كمان مفهوم؟ يعني انا لو انا عامل تابنج زي في الترانسفورمر اللي فيه تابنج اوتو ترانسفورمر مثلا بعمل تابنج بحيث ممكن اخد ان ب 100 اخد 200 ب 500 يبقى كمان ان متغير فممكن بس الاسهل اغير الايه؟ الكرنت الاسهل اغير الايه؟ الكرنت اي اف ويغير لك الامبير تيرن ويغير لك الايه؟ واضح كده؟ يلزمك تذاكر كويس ها؟ انت حر متاكد منا ايه؟ امتحان ماشي؟ البدء في النهايه اللي بينا انا مش هعرف انت بتعمل ايه وانت مروح في البيت مش هقدر ابعت وراك جواسيس تشوف جواسيس عليك ليه؟ انت ده مستقبلك وانت حر فيه ماشي يا شباب؟ اوكي كده؟ الكلام ده بقى ايه مكتوب يعني ها؟ مكتوب في شكل مصغر انا ايه؟ يعني شرحنا واستفضنا حسابات بقى طب ده لو المكنه جنريتور هبقى انا مهتم بحسابات الاي طب وهي لو موتور مش هبقى لها ايه بس مش هتبقى جنريتد هتبقى انديوز مفهوم؟ وبرده بتخضع لنفس القوانين بس اتجاهها بالنسبه للكرنت هيبقى مختلف لان لما تبقى بطاريه بتتشحن يبقى الكرنت عكس اتجاه الفولت لما تكون بطاريه بتشحن يبقى الكرنت معها اتجاه الفولت على حسب الباور طالعه منها ولا داخله فيها مفهوم يا جماعه؟ بعدين لما ناخد جنريتنج الموتور بس عشان تبقى فاهم لما بيبقى اتكلم على الجنريتور بقول الجنريتد فولتج بيساوي كذا. لما اقول هيبقى موتورنج هقول الانديوز فولتج بيساوي كذا. هو جنريتد اه بس انديوز. مفهوم؟ نرجع بقى ايه؟ لحسابات التورك. التورك طبعا في الموتور هتبقى واضحه. لان الموتور بيبروديوس الفورس اللي هضربها في الدراع تدي لك التورك، صح؟ طب وفي الجنريتور؟ هيبقى التورك ساعتها من الانبوت. بس في النهايه برضه هو الفورس مضروبه في الدراع بس حساباته للموتور هي اكثر واقعيه لان الموتور بيبرديوس ايه التور الجنريتور انا بسبلاي التور اوكي لو عايزين نحسب التور بقى همسح بقى في اي سؤال قبل ما امسح عشان بصوا بعد ما اخلص الشرح انا مش عايز حد يجي قريب مني ويسالني انت قلت قاعد هنا هجاوبك زي ما انت عايز مش عايز حد يجي ايه ويقول لي طب مش هجاوب هقول لك جايب ايه مفهوم يعني خلينا keeping safe distance عشان ايه نكملوا مع بعض وكل واحد يعدي الدنيا بسلام ان شاء الله فلو ليك سؤال والحاجه على الصبر اهي مش هحصل ها خلاص مفيش يتوقع ان انا اروح اذاكر ها مفهوم والحاجات لما هتتراكم فوق بعضها كل محاضره هتبقى سهله بس لما يبقوا 12 محاضرة وما تذاكروش هيبقى في مشكلة. ومش الآلات اللي تتذاكر في قاعدة واحدة في آخر السنة، انسى. لا يمكن. كبيرة قشطة. استحالة. خلاص؟ فالمذاكرة أول دور. كلام واضح أهو ومتسجل. مش بس قلته ومتسجل كمان عشان محسوب عليك إن أنا أقوله. بيساوي ايه؟ القوة في دراعها. القوة ايه؟ هحسبها هطبق قاعدة هطبق قاعدة ليميج اليد اليسرى.
فهفترض الكرنت ليه اتجاه، لان بينشئ التورك مرور تيار في الكوندكتور. فانا مثلا افترضت ان الكرنت ده ساوس وهنا كان دوت، يبقى لازم هيبقى خارج يبقى انا ايه كروس، يعني لو كان ده دوت يبقى ده كروس ده اكيد، ولو كان ده دوت يبقى ده ايه كروس. يتبقى بقى اتجاه القوه هيبقى فين؟ هعرفه منين؟ لما اطبق قاعده فليمنج لليد اليسرى. افرد ايدك الشمال، خلي الكرنت انديكيتد بالايه الاكستندد فينجرز، ساعتها يبقى الثامب بيانديكيت اتجاه الايه الحركه واتجاه القوه. فلو جينا نفذنا ده ساوث، بص ساوث وادي كوندكتور، وافترضت انا انه دوت ساوث. يعني ايه؟ يعني الفيلد داخله كده زي فور صح، ويبقى دي فلكس دنسيتي مش كده ولا ايه؟ يعني فاي وبي، بي هو التوزيع بتاع الفاي. اوكي، يبقى حد يطبق قاعده فليمنج لليد اليسرى. تعالى بقى نشوف هيبقى اتجاه الحركه فين. ده دوت يبقى لازم يبقى كده صح، والفيلد هي بتقطع كده، يبقى اتجاه الحركه لفين؟ لا، ادي اف بتاعت الكوندكتور اللي هي دي ال اي، اللي هي ايه؟ دي ال اي. دي هتاخدوها مع دكتور حسين. بي ال اي دي جايه من ايه؟ من حسابات القوه دي هناك، معرفش بقى مش عارف هتبقى معاك ولا المهم خلاص. اف يتبقى بقى ان نتاكد ان لو كانت الثانيه انهم هيساعدوا، لان لو كان دي تعمل قوه ودي عكسها كانت الاله دي ايه ما تتحركش. تعالى ناخد النورس، ادي النورس وادي الكوندكتور اللي هو عند النورس. قلنا ما دام ده دوت يبقى ده لازم ايه؟ كروس مش كده؟ وده نورس يبقى الفيلد طلع كده صح؟ يبقى لما اجي اطبق قاعده فليمنج لليد اليسرى يبقى لازم اخليها كده صح؟ يبقى اذا القوه فين؟ في نفس الاتجاه. يبقى اذا القوه دي بتساعد القوه دي، يبقى اذا لما اجي احسب القوه الكليه او التورك الكلي هضرب الفولت القوه بتاعت وان كوندكتور في عدد الكوندكتورز اللي هم زد، مش زد على اثنين ايه؟ ها؟ يبقى لما هاجي احسب الفورس او التورك الكلي هيساوي الفورس بتاعت وان كوندكتور في الدراع في زد. ده مش فولت بارلل، دي قوه بتتجمع. فطلع ان كل القوه هتساعد بعضيها. يبقى كل كوندكتور متعرض للاف وكلهم بيساعدوا بعض. يبقى كل واحد هيعمل تورك اف سي في الدراع في وكلهم بيساعدوا بعض، يبقى في زد. يبقى هو ده التورك اللي انا عايز احسبه. يتبقى بقى اف سي بي ال ماشي. اروح بقى اعوض عن بي زي ما شفنا، دي بقى ليه ايه؟ الفلكس على الار، مفهوم يا جماعه؟ هنرجع تاني بقى. يبقى دي عباره عن الفلكس والاريا هي 2 باي ار في ال على 2 بي. يبقى دي مين؟ اللي هي بي في ال في اي في زد. في ار دي اف سي، دي اللي هي بي ال اي، ادي بي وادي ال وادي اي وادي ار وادي زد. يبقى هتساوي ده بقى التورك اللي انا عايزه، هيساوي ايه بقى؟ يبقى 2 بي على 2 باي ار ال في ار في ال في اي في زد في فار. هتطلع تساوي ايه بقى؟ بص ادي الار مع الار، ادي ال مع ال، فاتفضل 2 دي في زد على 2 باي في ايه بقى هنا النص؟ اي بقى ده بيساوي ايه؟ اي ده بتاع الكوندكتور مش كده؟ ده اي كوندكتور اللي هو يبقى اي ايه على 2 ايه؟ شفتوا بقى 2 ايه هنا ظهرت فين؟ دي اي بتاعت الكوندكتور الواحد. بتساوي ايه بدلاله الارمشر كارنت؟ بتساوي الارمشر كارنت بيتقسم على البارلل باث. اهي براش وادي براش، وهنا ده اي كوندكتور، وده هنا مين؟ اي ايه؟ فاي ايه بيساوي او اي سي
بيساوي اي ايه على كل في زد. طب انا بتاخد الاسم يبقى في فار، يبقى هدخل الاثنين ايه هنا، يبقى دي هتطلع نفس الكي ايه في فار باي. عرفنا بقى ليه كده بنعمل دلاله تول؟ عشان يبقى الثابت بتاع التول هو نفسه الثابت بتاع الفول. فهمنا؟ واضح؟ واضح الفكره؟ لو كنت كتبت السرعه هناك ان بدل اوميجا كان هيبقى ده ثابت وده ثابت تاني. كان هيبقى ثابت الفولت حسبه وثابت التورك ايه؟ حسبه ثانيه. فهمنا؟ واضح ده؟ ولا مش واضحه؟ لو مش واضحه قول لي انا اقولها تاني. فطلعت ثابت نفس الثابت هو هو الثابت اللي هو 2 بي زد على 2 باي 2 ثابت في فاي باي هنا كانت فاي في اوميجا، هنا فاي في اي مفهوم؟ وبرده لو انا مثبت الفلكس ومثبت الكارت هيبقى تركي ثابت عادي يعني، بس لو بيتغيروا المفروض ان هم هيتغيروا فالتورك ايه؟ بيتغير. خلاص كده واضح يا جماعه؟ تمام؟ ايه الكلام ده؟ انا مكتوب هنا. اوكي؟ ادينا شرحناه وهو مكتوب ومتسجل. مش عارف انا اللي بيحصل من كده الصراحه. يتبقى بس ان انا اخش الامتحان بقى الجوي. هو ده اللي هو. مفيش قدامك غير انك هتذاكر. الكلام واضح اهو. الكلام واضح يا شباب. هتذاكر مفيش فايده. ها في اي سؤال حتى كده؟ وبعدين بقى في مسالتين كده تعويض يعني حاجه بسيطه بقى مش هندق بقى خلاص كده؟ determine the induced voltage induced in the armature of a DC machine running at 1700 او اعطيك سرعه 1750 ار بي ام حولها لاوميجا بقى عشان ما تقدرش تحط ان مكان اوميجا الثابت متغير. مفهوم؟ فلو كنت هتستخدم الثابت اللي هو 2 بي زائد على 2 باي في 2 ايه يبقى لازم السرعه تبقى اوميجا. واوميجا 2 باي ان على 60. يبقى هاخد الان اضربها في 2 باي زائد على 60 تبقى هي دي اوميجا اللي عوض بيها. عشان في ناس بقى في وسط الهوجة المشكله بتيجي منك انت اسمعوا بقى. بتيجي لما اكون انا ما كنتش بذاكر منتظم. كده بصراحه واجي اجمع المذاكره في ايه؟ في قعده حلوه كده واحده. فطبعا المخ مش مستوعب كل المعلومات اللي داخله. لانها داخله ايه؟ بلط كده. فطبعا نتيجه كده ادخل بقى في الامتحان وابتدي اهجص. نسيتك ما كنتش عطيله وقت انه يستوعب بهدوء. فرحت كابس عليه كده في اكله جامده ها؟ مره واحده مش قادر. ربنا خلقه ليه امكانيات. فلابد من المذاكرة المنتظمة المستمرة. كلام واضح. أما اللي عايز يمشي عكس الطبيعة هو يجوز أنت جينيس وي دونت نو. إحنا ما بنتعاملش مع جينيس، إحنا بنتعامل مع الناس الأفرج. الأفرج يسمعوا كلام. طيب تعالى. قال سؤال أنت هافينج فور تولز. ده 2 دي بيساوي 4. ذا فلكس بير بول إز كذا وقايل لك مللي وتر ما تنساش أضرب في 10 أس ناقص إيه؟ 3. And the armature is lab 1. ما دام لاب يبقى 2 ايه بيساوي؟ 2 بي يبقى بتساوي 4. وال 700 دي مش مساله تيجي في الامتحان. دي بس بيوريك هتعوض ازاي. عندنا بقى شيت في اسئله مسائل الكميات. لكن دي بس عشان يوري لك تظبط الدنيا ازاي. خلاص؟ وطالما ما طلعت لك ارقام هي كبيره قوي صغيره قوي تعرف انك بتوقف خالص. ماشي؟ مش الارقام اللي مش مظبوط سيادتك اللي بتعوض غلط. نسيت 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 طبعا هيطلع ايه في الاخر؟ اي حاجه. خمسه غلط ايه خمسه غلط؟ بطاريه مش طيب ادي الداتا وادي التعويض اهو. الداتا بكلمناها تاني والتعويض في ايه في 5 اوميجا ام وشلنا بقى اوميجا ام عوضناها بدات ان ام ماشي اوميجا ام سيرتو فظهر ال 60 وال 2 باي راحت ها
هيعوضنا 3,583.83. ممكن تجيب كي ام تحسبه لوحده وتحسب اوميجا لوحديها وتعوض بواحده واحده زي ما انت عايز. خلاص اوكي ماشي. اهم حاجه ان بدلاله اوميجا عشان استخدم نفس السالب. اوكي ركزوا في الصفحه واحده ثانيه ده بقى كل حسابات التورك. ماشي واحده كده واحده. اللاب واوند ارمشن هاز 576 لاب يبقى 2 ايه يساوي 2 متر. 576 كونتاكتورز and carries an armature current of 123.5 ampere. If the flux per pole is 20 mm, calculate the electromagnetic torque. حسابات مباشرة. خلاص؟ اهي برضه. ادي الداتا اللي جبته. قال لك لاب يبقى 2 ايه تساوي 2 دي. لو كان قال لك ويف كان هيبقى 2 ايه تساوي 2. واللي هو صغيرين وهنعوض كي ايه في فاي كي ايه 2 بي في زد على 2 باي في 2 ايه. خلاص هنا مفيش بقى ان وتحويل والكلام ده في فاي وعوض ما انساش على 10 و6. عشان في ناس بوست ان هم بتنسى فلما تنسى هيطلع لك رقم خرافي. بص يا جماعه طلع لك رقم خرافي كبير رقم خرافي صغير تعرف انك ميسنج سمثينج فما تستمرش. اللي يجي لي الواحد الواحد طالما بيبص هذه الارقام الخرافيه ونكمل عادي يعني ما استوقفتوش. يعني الانجنييرنج كومن سنس مش موجود. مفهوم يعني؟ لازم مخك ده يكون مخ هندسي. مش اي حاجه تتقال لك تصدقها ومش اي حاجه تطلعها تعملها. يعني مش لسايح. مفيش ده خالص. مفهوم؟ ما احنا بنقول كده ليه بعد ما شفنا عشرات الالاف اللي شفناها؟ ما تبقاش من دول. خليك انت مستثنى الا الا انا ماشي حاجة. اوكي كده احنا خلصنا شابتر 1. فاضل حته بس دي بقى حته مهمه. تمثيل الاله بقى. هاو ار جوينج تو ريبريزنت ذا ماشين. ركزوا يعني اللي احنا عمالين نشرح فيها دي اربع مرات وعملنا لها قصه وحسبنا لها قوه وحسبنا لها قوس وحسبنا لها طول وحسبنا لها وم. لما هاجي امثلها هعمل ايه؟ هرسمها برسمه بسيطه جدا. ارمتشر وفيلد. الارمتشر اهو وفيلد اهو وبيترسم كده. ليه بيترسم كده؟ لان احنا قلنا علشان يتكون فوق لازم يكون في معدل قطع وعشان يبقى في معدل قطع يبقى لازم اتجاه الحركه عموديه على اتجاه المجال. فلذلك اتفق ان الارمتشر لو كان كده اتجاهه هو ده اتجاه الارمتشر يبقى الفيلد اتجاهه كده عمودي عليه. وده هو لما تفتح اي كتاب بيعمل بيشتغل على الدي سي ماشين بيمثلها كده. اتفقوا على كده. طبعا هي دي منظر مش منظر طبعا بس ده سيمبوليك ريبريزنتيشن او سكيماتيك ريبريزنتيشن. لما نشوفه نعرف ان دي دي سي ماشين. فيها بقى اللي ايه الحدوته اللي احنا عاملين نشرح فيها بقى لنا اربع مرات دي. فيها بقى الاقطاب وفيها الفيلد وفيها ولسه فيها حاجات ثانيه جايه شابتر 2 لكن على الاقل فيها اللي احنا قلناه. فيها اللاب وفيها الويف وفيها البراشز وفيها الفرع الباسز وفيها حسابات الفولت وفيها حسابات التورك. كل ايه هنعملها وده هيبقى اي اف ودي عدد اللفات ان اف ويطلع لك هنا اي اي على اطراف الاله وهسميها اي 1 واي 2 والفيلد بقى ده على حسب نوعه بعدين هنشوف بقى هنسميه شنط ولا خلينا مؤجلا بقى اطراف الفيلد على حسب هو انهي نوع يبقى دي 1 ودي 2 ولا اف 1 واف 2 خلينا دلوقتي كده ها ممكن نسميه مثلا بداية دلوقتي اف 1 واف ايه؟ واف طبعا دي ممثلة كده زي ما يكون ملف واحد. لا هي احنا شفنا عدد الملفات دي عدد الاقطاب بس هم اتفقوا خلاص اما نشوف دي نعرف ان دي دي سي ماشين. مفهوم كده؟ اي كتاب تفتحه دي سي ماشين على طول خلاص. ايه بقى الحدوته؟ احنا شفنا ان هي ايه؟
بتساوي كي اي في فاي في اوميجا. ممكن اقول دي تساوي كي اي داش في فاي في ان، صح؟ ليه؟ لان اوميجا 2 باي ان على 60، فالثابت بدل ما كان اسمه كي اي بقى اسمه كي اي داش. لكن في النهايه هي ثابت في الفلكس في السرعه. السرعه بقى وحدتها ايه؟ هي وحده. في الغالب في الغالب احنا لما زي في المساله اللي فاتت كنا هعطيك السرعه بالار بي ام لان هي دي اللي احنا بنقيسها. فانا رجع نغير كده الثابت نسميه كي اي داش. يبقى اذا اي اي تتناسب مع فاي في فاي في الفاي الفاي بتساوي بي في الان، تبقى كانها تتناسب مع بي في ان، صح؟ ثابت التناسب متغير بقى لكن ثابت، يبقى كانها تتناسب مع الفلكس دنسي فين؟ في السرعه. يبقى لو انا حبيت ارسم العلاقه ما بين اي اي واي اف، اي اي اف في شيكاغو اللي انا هخليه متغير هيطلع لك ايه بقى؟ بص الاي اف دي تتناسب مع اتش، لان اتش هي الامبير تيرن بير متر، اللي هي كانها دي تساوي ان اف اي اف على ال. يبقى اذا اي اف واتش بيتناسبوا مع بعض وفرق السكيل ان اف على ال. ثواني، يبقى كأن اي اف هي اتش ودي تتناسب مع بي في ان، يعني بي امتى؟ لو ثبتت ان. يبقى لكل ان ثابته هيطلع الاي اي فيرسز الاي اف ك بالظبط شبه بي فيرسز اتش، يعني الساتوريشن كيرف هيطلع لك كده. بس ده ايه؟ فور ان 1. طب لو ان 2 اهي ان 2 اكبر من ان 1، يبقى لو ان 2 اكبر يبقى الكيرف هيطلع لفوق، لو ان 3 اقل يبقى افرض ادي ان 3 ان 3 اقل من ان 1، شايفين؟ عشان كده هيطلع لك مجموعه من الساتوريشن كيرف اللي هي بتبتدي لينير، وبعدين لما المولكيولز ترص رصه كويسه يحصل الساتوريشن ويبقى يلزمك تعمل تغير كبير في الامبير تيرم كي تحدث تغير صغير في الفلكس تيست. تمام. الكيرف ده بيبقى بي مع اتش مش فاي مع اتش. ليه؟ ما هي فاي وبي انهم ثابت، بس لا الفيزيكال مينينج. اسمعوا بقى حته احنا كمان ايه؟ نحب نفهم اشمعنى. طب ما هم لو زي بعض ليه ما بيكتبش فاي مع اتش؟ ليه كمان يقول لك بي فيرسز اتش؟ ما هي فاي و اتش فاي و بي شبيه بعض. امال ليه بيركز على بي رادر ده يركز؟ شوف واحنا بنحسب كتبنا فاي، بس لما جينا نرسم رسمنا مين؟ بي. ليه؟ لان ممكن تكون فاي كبيره قوي بس ملهاش قيمه لانها متوزعه على مساحه كبيره، مفهوم؟ وانت يهمك الكلمه، افرض في مليون جنيه، انت يهمك المليون جنيه دول هيتوزعوا على كام واحد؟ ولا المليون جنيه هم اللي مهمين؟ طب ما انا ممكن مليون هوزعه على مليون واحد وكل واحد نصيبه جنيه، يبقى اذا ساعتها ملوش قيمه. المليون ما بقاش ليه قيمه الا لما هيتقسم على واحد. اه طلعت بالمليون جنيه على بعضيهم. يبقى اذا ساعتها الكثافه هي الاهم، هي اللي ليها فيزيكال مين مش كميه. اوكي؟ عشت 100 سنه ده كتير ولا قليل؟ وي دونت نو. ممكن يكون كتير، ممكن يكون قليل، على حسب حققها ازاي؟ متوسط الاعمار عامل ازاي؟ يعني الكثافه برضه. هي الدنيا كده. انت طويل ولا قصير؟ ما نعرفش. على حسب الناس اللي حواليك عاملين ازاي؟ لو انت طولك 2 متر في وسط ناس 7 متر 8 متر انت تدور قزم. لكن لو جيت في وسط ناس اطوالها 160 و170 يبقى انت علاق. فلذلك يهمك البي رادر ذان الفاي. لذلك
الكيرف يطلع بالشكل اللينير، ودي معناها الميو ار بتاعتك ثابته. وبعدين لما بتخش في الساتوريشن الميو ار بتاعتك بتقل والريلاكتنس بتاعتك بايه بتزيد، لان الريلاكتنس مربوطه بالايه بالميو ار. عارفينها احنا طبعا من الماجنتيك سيرف خدتوها مع الدكتور حسام الكيرف، مش هاكد الحاجات اللي اتاخدت بس مجرد بشير كده. كلام واضح؟ احنا مقسمين الشغل بينا وبين بعض عشان ما يبقاش ده مش هنقعد نيجي لحاجه. اوكي؟ فاهم؟ وهنحتاج بقى الماجنتيزيشن كيرف ده في شغلنا اللي جاي. يعني احنا بصوا احنا ده شابتر 1، احنا بنجهز لظهور الماشين. وشابتر 2 لسه برضه بنجهز لظهور الماشين. خلص شابتر 1 وشابتر 2 كده الماشين ظهرت، نبتدي نعمل ابلكيشن عليها. اللي هي بقى لما تبقى جنريتور ولا ما تبقى ايه؟ كلام واضح كده يا شباب؟ في لنا اي سؤال؟ فهمنا الفيزيكال مينينج بتاع الكميات دي تهمني اكتر من الكميات نفسها. ازاي جبناها؟ جت منين؟ جت ازاي؟ ازاي نعملها؟ ازاي نحسبها؟ مش مجرد انك تحفظ. ماشي؟ في اي سؤال؟ اوكي، ثانك يو فيري ماتش. نشوفكم بقى ان شاء الله.